أهلا بكم مشاهدينا الكرام. كيف يحاول النظام الاستفادة من الدمار الذي سببه هو في سوريا؟ وما هو أثر العقوبات الدولية على عملية إعادة الإعمار؟ وكيف يمكن لنا أن نوثق جرائم النظام الاقتصادية؟ سوريا اليوم دولة ممزقة أو هشة على أقل تقدير، هذا ما نستنتجه من التقرير الصادر عن البنك الدولي عام 2017. وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها سوريا اليوم، عمد نظام الأسد على إصدار قوانين يضغط بها من أجل صفقة إعادة إعمار تثبت الوقائع على الأرض وتكافئ حلفائه المحليين والدوليين، كإبرام صفقات مع حليفيه الروسي والإيراني تعطي هذه الدول مميزات اقتصادية. إلا أن عملية إعادة الإعمار التي يقودها النظام عبر الإعلام لا تصطدم بالعقوبات المفروضة من قبل الدول الغربية فحسب، بل أيضا هنالك معوقات قانونية. فبحسب البنك الدولي، فإن مفهوم إعادة إعمار المناطق المدمرة لا يتوقف على الشق الاقتصادي وحده، كإعادة تأهيل قطاعات الإنتاج من زراعة وصناعة وخدمات، ولا يعني فقط إعادة بناء شبكة للطرقات والجسور والأنفاق التي لحقها دمار واسع، وإعادة شبكات المياه والكهرباء وغيرها، بل يعنى بالإنسان المتضرر من هذا النزاع، الجريح وعائلة القتيل واللاجئ والنازح والمعتقل، بالإضافة إلى عملية المصالحة وضمان الاستقرار وعدم تدهور الأوضاع من جديد وقيادة مرحلة جديدة تؤسس لما بعد الصراع. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي المحامي إبراهيم العلبي مدير البرنامج السوري للتطوير القانوني. أهلا بك سيد إبراهيم. أهلا وسهلا. نعم سيد إبراهيم، في البداية عملية إعادة الإعمار هي ليست عملية اقتصادية فقط. النظام الآن يروج لعملية إعادة الإعمار وأنها بدأت، قانونيا كيف تؤطر هذا؟ طبعا الجانب القانوني او الحقوقي المتعلق باعاده الاعمار له عده جوانب. اول شيء له علاقه بالسرديه بشكل عام، بمعنى انه لما احنا نقول انتقلنا من حرب وحرب ارتكبت فيها جرائم ضخمه على يد النظام لعمليه اعاده اعمار وتفادينا اي شيء له علاقه بالعداله والمحاسبه، فهي خطوه من عند النظام وحلفائه لحتى يحاولوا يلفتوا او يشتتوا انتباه المجتمع الدولي لشيء بيجي بالنص ما بين الحرب وبين اعاده الاعمار، اللي هو موضوع العداله وموضوع المحاسبه. يعني تقصد فقط لنوضح للساده المشاهدين ان عمليه اعاده الاعمار تحتاج لمرحله انتقاليه، والنظام يحاول القفز لكي يتم الاعتراف بشرعنته دوليا. تماما، يعني نحن اللي عم بيحاول يعملوا انه الحرب خلصت وخلص انا المنتصر بالحرب، وبغض النظر عن كل الجرائم اللي ارتكبتها وخلونا نرجع نبلش اعاده اعمار. فهي في مشكله من ناحيه السياسه العامه والسرديه العامه. المشكله الثانيه انه قانونيا هذا الشيء متعلق اعاده الاعمار مثلا بالمناطق اللي هجروا اهلها منها، الغوطه، حلب، 14 15 منطقه تعرضت للتهجير القسري، فحقوق الملكية هناك منتهكة، فبالتالي يعني يجب التعامل مع هذا الملف من عدة جوانب. إضافة إلى ذلك، عملية إعادة الإعمار حقوقيا قد تعطي مبالغ مالية على شكل يعني مكافآت للتجار الذين يعني ساندوا النظام خلال ارتكابه للجرائم بالثمان سنين الماضية. فعندك جانب السردية، وعندك جانب الحقوق المنتهكة، وعندك جانب لمين راح تروح مصاري إعادة الإعمار. وأيضا هذا الأمر مرتبط مثل ما عم نشوف بالملف الروسي بالضغط على دول الجوار لإعادة اللاجئين، مثل ما شفنا مبعوث بوتين في لبنان من فترة عم بيحاول يضغط على لبنان أنه يعني رجعوا اللاجئين، لأنه رابط موضوع إعادة اللاجئين بالموضوع الاقتصادي، وعم بيحاول يسوق لأوروبا
انه اذا نحن اخذنا مبالغ ماليه لاعاده الاعمار فهذا الشيء راح يرجع اللاجئين، فايضا هناك ايضا تعريض اللاجئين في دول الجوار للخطر وللتعذيب من باب ربط الامور بالشق الاقتصادي. ففي عده جوانب حقوقيه وقانونيه مرتبطه بملف اعاده الاعمار. نعم، كيف يمكن لنا أن نستفيد من هذه الحقوق القانونية لكي يعني ننزع عن النظام الشرعية لأن يقوم بعملية إعادة الإعمار؟ طبعا النظام مرتكب لجرائم وجرائم دولية واضحة جدا بالقانون. طبعا احنا مشكلتنا بالقانون انه في مشكلة بالتنفيذ، ولكن القانون واضح والافعال التي ارتكبها النظام وحلفائه هي جرائم دولية واضحة جدا، وهذا بتوثيق الامم المتحدة بنفسها. وبالتالي يجب الضغط باتجاه ان اي عملية اعادة اعمار يجب ان تكون بعيدة عن مجرمين الحرب، لا تساهم بجرائم جديدة ولا تكافئ من قاموا بالجرائم. وهذه المعايير او هذه المتطلبات هي مطالب وقع عليها الكثير من منظمات المجتمع المدني السوري، وهي مطالب نحملها نحن في البرنامج السوري للتطوير القانوني وزملائنا من المنظمات الاخرى، ان اي عملية اعادة اعمار يجب أن تكون بعيدة عن المجرمين. نحن لا نعارض فكرة إعادة الإعمار ولا مساعدة أهالينا في والسوريين في المناطق التي يسيطر عليها النظام أبدا، ولكن نحن ضد أي عملية إعادة إعمار تساهم في جرائم جديدة أو تكافئ مجرمين أو تثبت جرائم دولية مثلا مثل التهجير. ولحسن الحظ فإن القانون المرتبط بالجرائم المالية أو بالتجار أو بالأمور المتعلقة بإعادة الإعمار دوليا هو قانون يعني متطور إلى حد ما. هناك آليات داخل الأمم المتحدة معنية بالتجارة وحقوق الإنسان، هناك مجالس، هناك اتفاقيات تحديدا حول القوانين الدولية التي تقنن عملية إعادة الإعمار في الدول التي كان فيها حرب، كيف يمكن أن نستفيد منه نحن السوريون؟ طبعا يجب أن ننظر للسوابق القضائية. طبعا عملية إعادة الإعمار حقوقيا يجب أن يعني أن نتعامل معها قانونيا بعدة جوانب. هناك جانب التمويل، تمام، هناك جانب من سيحصل على هذه الأموال ولمن تدفع هذه الأموال وكيف تستخدم هذه الأموال. وهنا لدينا سوابق كثيرة من الحرب العالمية الثانية ومحكمة يوغوسلافيا وغيرها، أن الأموال أو دافعي الأموال هم قد يكونوا شركاء في الجريمة إذا ما كانوا على دراية أن هذه الأموال تستخدم أو قد تستخدم لجرائم. فهناك الكثير من القوانين التي تجرم ليس فقط من يرتكب الجريمة ولكن أيضا من يدعم الجريمة ماليا أو حتى معنويا، حتى إن أتى هذا الدعم بعد ارتكاب الجريمة كمكافأة أو كتشجيع للشخص لارتكاب الجريمة التي ارتكبها. وهذا الأمر متعلق بإعادة الإعمار من هذا الجانب، كونه يجرم التعامل مع مجرمين الحرب ماليا. ثم لدينا الشق الآخر المتعلق بحقوق الملكية، وهناك الكثير من القوانين الدولية التي هي متعلقة بحقوق الملكية وحقوق المسكن، وهذه الحقوق هي حقوق مهمة، هناك الكثير من الاتفاقيات الدولية التي نصت على هذه الحقوق والتي هي لها علاقة مباشرة بإعادة الإعمار. ثم أخيرا لدينا قوانين العقوبات الأوروبية والقوانين أو العقوبات الأمريكية التي هي مفروضة على كثير من التجار وعلى كثير من القطاعات في سوريا والتي تؤثر على عملية إعادة الإعمار. يعني على سبيل المثال العقوبات في شهر واحد التي يعني نصت عليها لوائح الاتحاد الأوروبي كانت بشكل واضح متعلقة أن هؤلاء التجار الذين سوف ندرجهم في شهر واحد ضمن العقوبات الأوروبية ندرجهم لأنهم يعني يحرمون أو يعني لأمور متعلقة بحقوق الملكية وماروتا سيتي التي هي أحد المشاريع إعادة الإعمار على وصف النظام. هناك عدد من يعني عدد كبير من القوانين الدولية التي يمكن الاستناد إليها من خلال المناصرة التي يقوم بها. نعم، يعني تجربة السوريون مع القوانين الدولية يعني يبدو أنها
ليست لا 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 يحالفهم دائما الحظ معها، ولكن ربما في عملية إعادة الإعمار قد يكون يعني يستطيع السوريون إدارة الملف بشكل جيد من أجل الاستفادة من هذه القوانين. نجد أن الاتحاد الأوروبي يعني يربط عملية إعادة الإعمار بتغير سياسي. إلى أي مدى يمكن أن يتمسك الاتحاد الأوروبي بالفعل بعدم تمويله للنظام في حال عدم وجود أو عدم تمويله لإعادة الإعمار في حال لم يكن هناك تغير سياسي؟ أولاً أريد أن أشكرك على النقطة التي أثرتها في البداية، وهو يعني علاقة القانون الدولي ورأي السوريين بالقانون الدولي. للتوضيح، القانون الدولي مختلف عن القانون المحلي بعدة جوانب، وأهمها أنه ليس لديه سلطة تنفيذية. من ينفذ القوانين هم الدول، من يضع القوانين الدولية هي الدول، من يفسر القوانين الدولية هي الدول، وبالتالي نحن يجب علينا أن نعمل مع هذه الدول باستخدام القانون الدولي كأداة. المهمة تقع على عاتقنا لإقناع هذه الدول أن تتبنى الرأي القانوني الذي يتماشى مع حقوق الضحايا في سوريا، وهو قانون مسيس بالأساس، وبالتالي يجب علينا أن نلعب اللعبة السياسية ونستخدم القانون الدولي كأداة ضغط كما يفعل النظام وكما تفعل الكثير من الدول بهذه الحالة، وألا نرفع سقف توقعاتنا أن القانون الدولي بحد ذاته هو من سيحقق أو يجلب العدالة للسوريين. هذا بخصوص الجزء الأول. بخصوص الجزء الثاني، الأوروبيون يعني على مدى سنوات متمسكين بفكرة أنه لن تكون هناك عملية إعادة إعمار تمولها أوروبا في ظل عدم وجود عملية سياسية ذات مصداقية. ولكن ما نراه أن أوروبا الآن منشغلة بعدة أمور داخلية تمنعها من استخدام هذه السياسة وتوضيحها وتشغيلها على المدى الفعلي. وأيضا نرى أن النظام وحلفائه من التجار يستخدمون الشق الإنساني وليس شق إعادة الإعمار للاستفادة من هذه الأموال. نعم. فهم يقومون بتفسير الشق الإنساني والأموال التي تذهب للمنظمات الإنسانية التي تعمل من داخل مناطق النظام لكسب العقود والعمل في مناطق تحت ذريعة إنسانية وليس ذريعة إعادة. نعم. هذه اللعبة نحن واعون لها ونقوم بتسليط الضوء عليها في البرنامج ونقوم بمراقبة هذه العقود ومن يعني يحصل عليها وعلاقة هؤلاء بالجرائم التي يرتكبها النظام. نعم، يعني المجتمع الدولي أو إذا ما قلنا الدول الغربية ليست معنية فقط بإعادة الإعمار، ولكن يمكن أن تعرقل هذه العملية عن طريق العقوبات التي تفرضها على سواء على نظام الأسد أو حتى على الدول المتعاونة معه. سيكون هذا حديثنا إن شاء الله في القسم الثاني من الحلقة، أرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. سيد إبراهيم، بالنسبة للعقوبات الدولية المفروضة على النظام، إلى أي مدى أثرت على النظام؟ وفي حال عملية إعادة الإعمار كيف يمكن أن تؤثر على مستقبل سوريا؟ طبعا أحد الطرق اللي نحن ممكن نشوف فيها تأثير عقوبات على النظام هو حكي النظام بنفسه. النظام مثلا سمح للمقرر الخاص للأمم المتحدة، والنظام يمنع الكثير من المقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب والمعنيين بالاختفاء القسري وبالغذاء من الذهاب إلى سوريا، سمح للمقرر الخاص المعني بالعقوبات للذهاب، وخرج هذا المقرر بتقرير يشرح عن تأثير العقوبات. نرى سردية وبروباغندا النظام تتحدث عن الحصار على سوريا، نرى بوتين يذهب إلى أوروبا من أجل تخفيف العقوبات على سوريا، نرى تجار سوريين مثل سامر فوز يعني يصنعون حسابات على تويتر ويقولون أنهم سيحاججون هذه العقوبات في المحاكم الأوروبية المرموقة أو الراقية على حد تعبيره. فكل هذه يعني المصطلحات أو هذه الطريقة في التعامل مع العقوبات تجعلنا نرى أن العقوبات ذات تأثير بشكل كبير. نعم، دعني يعني أخاطبك الآن بلسان الشارع السوري. العقوبات قد تكون يعني تؤثر على النظام، ولكن النظام اعتاد القفز على هذه
العقوبات. فمثلا يعني سامر الفوز ثم أصبحت الشركة لأخيه، ثم أصبح هناك عقوبات على أخي على أخ سامر الفوز. يعني النظام معتاد على مثل هذه العقوبات. صحيح، ويعني طبعا تأثير العقوبات يجب أن نفرق بين نوعين من العقوبات. هناك العقوبات الموجهة تجاه أشخاص أو شركات، وهناك عقوبات متجهة تجاه يعني نوعا ما اقتصاد معين أو نوعا ما آلية معينة تجاه مثلا النفط أو يعني التجارة أو البنك أو إلى آخره. هذول عقوبات مختلفين. نحن نتحدث عن العقوبات المباشرة الآن على الأشخاص. هذه العقوبات طبعا سيحاولون الالتفاف عليها، ولكن نحن نواجه هذا الأمر يوما بعد يوم، ونحاول قدر الإمكان مكافحة هذا الأمر ويعني تصعيب العملية عليهم. أما العقوبات التي تستهدف قطاع تجاري أو قطاع اقتصادي بشكل عام، فطبعا لها أثر على الشعب، ونحن نحاول قدر الإمكان التخفيف من هذا الأثر دون السماح للنظام بأن يفلت من هذا الأمر. يعني أزمة الوقود مثلا وإلى آخره لها تأثيرات على الشعب. التعامل مع ملف العقوبات ليس ملف يمكن لأي أحد بما فيهم نحن أن نتعامل معه بفوقية، وأن هذا الملف يعني أن نطالب بعقوبات معينة دون أن ندرس الآثار المترتبة على ذلك. لا طبعا، نحن نراجع أنفسنا يوما بعد يوم، نحاول إيجاد طرق لتخفيف أثر العقوبات على الناس وزيادتها على المجرمين، وهو طريق مختلف عن الطريق الذي تتعامل معه الكثير من المنظمات الحقوقية، وهو طريق الملاحقات القضائية للمجرمين الذين ارتكبوا الجرائم، وهو طريق جدا مهم. ونحن نحاول أن نكمل هذا المجهود بالتركيز على الشق الاقتصادي الذي له مخالب أخرى تحت يعني قوانين تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الرشوة وإلى آخره. هناك طرق مختلفة للتعامل مع هذه الانتهاكات. نعم، في حال يعني قلت أنكم تحاولون التخفيف عن الناس، ولكن يعني كل العقوبات نرى أن الميليشيات هم من التابع للنظام، هي من تستفيد من كل الاقتصاد، والناس هم الذين يتضررون أكثر ما يتضررون من هذه العقوبات. كيف يمكن توثيق الجرائم التجارية التي ترتكب في سوريا من قبل هذه الميليشيات أو غيرها؟ طبعا لأجاوبك على الشق الأول، طبعا ما في أرقام دقيقة لتأثير العقوبات. هذه الأرقام يعني النظام يضخ أرقام، المعارضة تضخ أرقام، المنظمات الإنسانية تعطي أرقاما مختلفة، فلا يمكن قياس الأثر. نعلم أن هناك أثر ونحاول نعم تخفيف، ولكن مثل أزمة الوقود، المتضرر الوحيد هو الشعب. يعني الميليشيات سياراتها دائما تسير في الطرقات، المسؤولون التابعون للنظام لم يتأثروا بهذه الأزمة، ولكن الأفراد هم الذين يعني تصيبهم بدون يعني ربما أرقام دقيقة لا يوجد، ولكن هم أكثر من يتضرر من هذه العقوبات. عفوا، ونحن نعي هذا الأمر ونعمل عليه جاهدا قدر الإمكان أن لا تكون العقوبات على شكل قطاع بشكل ضخم، لأن لا تكون يعني يجب أن تكون مدروسة، ونحاول تخفيف العقوبات. ولكن الحل برأينا ليس هو إزالة العقوبات بشكل كامل ولا وضعها بشكل قوي. وبالتالي نحن في البرنامج، حتى جاوبك على الشق الثاني من السؤال، قمنا بإعداد دليل لكل الأشخاص المهتمين بالتعامل مع توثيق الانتهاكات المتعلقة بالتجارة وحقوق الإنسان، وهو دليل مفصل يتعامل مع تعريف الانتهاكات وتوثيقها والتعامل معها والعقوبات والمحاسبة في هذا المجال، من أجل نوعا ما تشجيع الناس على تحديد أشخاص معينين وهم يتواصلوا معنا، ونحن نقوم بتحقيقات خاصة بنا لنتابع هؤلاء الأشخاص والمعلومات التي تأتي إلينا، من أجل نوعا ما بناء ملفات قضائية قوية قانونية نستطيع تقديمها إلى الهيئات واللجان المختصة في الدول الأوروبية والأمريكية المتعلقة بالعقوبات. ولكن كما تفضلت، الموضوع حساس، الموضوع صعب. هؤلاء من يتعاملون بالمال هم حذرين جدا من يعني اخفاء اي
أثر لهم، وبالتالي التحقيقات هي في كثير من الأحيان صعبة، ولكن نحن نقوم من خلال علاقاتنا ومن خلال الأشخاص الذين نتواصل معهم نعم في داخل سوريا وفي خارجها، من محاولة يعني جمع الأدلة قدر الإمكان وتقديمها إلى نعم اللجان المختصة كي في أضيء الأمم. أكثر حول الدليل الذي تحدثت عنه، هو دليل للسوريين لتوثيق الجرائم التجارية التي تجري على الأراضي السورية. لو مثلا لنفرض أنني كان هناك مخالفة اقتصادية ما من قبل ميليشيات تابعة للنظام، كيف يمكن أن أوثق هذا؟ لو تحدثنا بشكل مبسط لو سمحت. طبعا الدليل هو يعني الهدف منه ان يكون مبسط. اولا يجب ان نربط المال بالجريمه، فاذا راينا على سبيل المثال الفرقه الرابعه تابعه للنظام تقوم هي بتشويل الالمنيوم وبسرقه الالمنيوم وبالمصطلح السوري بتعفيش مثلا اغراض الناس وبيعها على سبيل المثال. نعم هذه جريمه دوليه، موضوع السرقه والنهب والسلب، وثم هناك لها بعد اقتصادي. إذا رأينا تجار معنيين على سبيل المثال يقومون بشراء هذه الأمور المواد المسلوبة، فهنا يمكن إرسال هذه الأسماء وإرسال أدلة أن هذا التاجر على سبيل المثال يعمل مع هذه الجهة أو يقوم بشراء هذه المواد المسلوبة والمنهوبة والتي هو على دراية أنها منهوبة، لأن الشخص أو الجهة التي تقوم ببيعها هي الجهة المخولة للدخول إلى المناطق التي هجر أهلها منها. هذا مثال على سبيل هل المثال. فقط تكتفون مثلا بأسماء أم تحتاجون إلى كشوفات لفواتير لصور؟ طبعا ملف العقوبات هو الأدلة القانونية التي نحتاجها في هذا الملف، هي أخف من الأدلة القانونية التي نحتاجها في يعني أمور قضائية، وبالتالي نحتاج إلى اسم التاجر، علاقته بالجريمة، نحتاج إلى صور، إذا هناك كشوفات، شهادات أشخاص من داخل الشركات. مهمة جدا، الكثير من الأشخاص لا يهتم أو لا يعطي ثقلا لموضوع الشهادات. الشهادات مهمة جدا، هناك الكثير من نتعامل معهم في داخل شركات معينة، يعني يتواصلون معنا ليقولوا أن هذا التاجر الفلاني يشتري من هذه الجهة وإلى آخره. نعم فإن كان هناك كشوفات فهذا جيد، وإن كان هناك شهادات فهذا أيضا مفيد، وإن كان هناك حتى أن نربط الدليل أن تاجر معين يعمل في مثلا الغسالات أو الثلاجات هو أكبر تاجر، ومن ثم نرى أن هناك جهة أمنية هي من تقوم بسلب هذه الأمور، دعم فبالتالي نستطيع أن الوقت نربط يتداركنا، بينهما. إلى من سوف تقدم هذه المعلومات وما هي النتائج؟ طبعا في داخل كل دولة المعذرة، في داخل كل دولة أوروبية في خارجيتها في أغلب الأحيان يكون هناك لجان خاصة أو فريق خاص معني بالعقوبات، ومعني بالعقوبات السورية خاصة في الدول في الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة، ونحن على اتصال بكثير من هذه المكاتب ونقوم بالتعامل معها بشكل يعني دقيق جدا وبشكل مستمر، ونقوم بتسليم هذه الأسماء لها، ومن ثم يتم إضافتها إلى قوائم العقوبات في حال تم التأكد من صحة الدليل ويعني القدرة القانونية، لأن الأشخاص الذين يتم إضافتهم على قوائم العقوبات يستطيعون المطالبة برفع هذه العقوبات على سبيل المثال من خلال المحكمة الأوروبية نعم العامة، السؤال وبالتالي يجب أن تكون الأدلة قوية، ولكن اللجان العقوبات في أو مكاتب العقوبات في هذه الدول متحمسة وراغبة، وهذا ما شاهدناه في العقوبات الأوروبية في شهر واحد والعقوبات الأمريكية منذ عدة أشهر على الفور سيزونز وسامر فوز والشركات التي يديرها. نعم السؤال كان هو كيف يمكن التواصل معكم أنتم في البرنامج السوري للتطوير القانوني؟ يعني أنت قلت أنكم بعد أن تحصلوا على هذه الوثائق والتوثيقات ترفعونها إلى المكاتب في وزارات الخارجية، ومن ثم قد يحصل هناك عقوبات، ولكن كيف يمكن التواصل معكم؟ بنصف دقيقة لو سمحت.
معلومات التواصل موجودة على الموقع الإلكتروني على محرك البحث جوجل. إذا أحد كتب البرنامج السوري للتطوير القانوني فإن الموقع يظهر، وهناك استمارة وإيميل يمكن التواصل معنا من خلاله. أيضا إيميلاتنا موجودة على الدليل والذي هو موجود على الموقع. هناك عدة طرق للتواصل، ونحن نشجع جميع من يمتلك المعلومات ضد تجار مرتبطين بجرائم النظام ولديهم بعض الأدلة التي يمكن يعني استخدامها كطرف الخيط أن يتواصلوا معنا بهذا الملف. نعم، أشكرك جزيل الشكر المحامي إبراهيم العلبي مدير البرنامج السوري للتطوير القانوني. كما أشكركم مشاهدينا الكرام، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.